شفت حادث اغتيال المستشار هشام بركات، هو اغتيال لكل المصريين، بس ما حدش هيقدر يثني اراده المصريين، وكلنا هشام بركات. وبعدين هم ما راعوش حرمه الدماء، ما راعوش حرمه الشهر الحرام. على العموم هم بغبائهم، زي ما بغباء مرسي وحد كل العرب، هم بغبائهم نولوه الشهاده. وعايز اقول للجماعه الارهابيه، ما حدش هيقدر على الشعب المصري. وعايز اوصل رساله للاستاذ جورج اسحاق، الاستاذ ورئيس القسم، اللي بيقول احنا بنطالب بتاجيل اعدام الاخوان 4 سنين. انا عايز اقول له يا استاذ عبده مشتاق، ان قدرت ترجع الروح لهشام بركات 4 سنوات، هنأجل لك اعدام الاخوان 4 سنوات. ان كنت انت بتيجي تفرض علينا اللي بيملى عليك من الخارج، مصر محدش واسع لهم، محدش هيفرض عليه ارادته. الشعب المصري شعب حر، دمه حامي ولحمه مر. وعايز اقول للشعب المصري، يا عاصرين الليمون يلي انتخبته الارهابي، هو ده حصاد السنه السوداء، السنه الكبيسه اللي متك فيها البلد. في خلال سنه واحده موت قد اللي مات في بلدنا في 73. بس برضه لو حتى موتوا الشعب المصري، مصر باقيه، وعلى جثتنا، على جثتنا الارهابي يحكم دولتنا. وعايز اقول بقى للباشا اردوغان، انا سمعت انك بتسال على الزعيم مرسي وبتقول له فينك يا عز الحبايب، عديت غنمي لقيتك غايب. انا عايز اعرفك طريقه فين، هو هناك على برج العرب ملبسين المايوه، وان شاء الله هو لبس البدله الحمراء لايقه عليه، وان شاء الله المصريين هينفذوا في الحكم الاعدام. تتوقعي بكره ممكن هيكون ليهم اي اعمال ولا ليهم اي شعبيه على الارض؟ هم كبرهم كم قنبله، كم عربيه مفخخه، لكن يقدر واحد يقف في الشارع ويقول انا اخواني الستات لوحدها تقطعهم؟ ورساله بقى لاسماء محزوق، انت راجعلنا بحركه بدايه، فهمنا بقى اصل الحكايه، يا بتاع الستة ابليس، يا مرتزقه، يا جواسيس، انتوا قله وكمان مندسه ومش هتخدعونا لسه. ونصيحه لك يا اسماء، لو جدعه تنزلي الميدان، شوفي تعمل فيكي ايه النسوان، هنعلقك على العمدان.